حكمتنا على سر هي تقبلين عمس الجريدة الإلكترونية أحدثوس هي تكريت يضني نسر سلاق دمنا غيد عمس الجامعة نسيروا تكريت لا غيد عمس نضيفة ميدناد اللي تصنعنين تمتلتي تهمان تزربيت دحتى ما يستهمان سزعفران أركناج دتصورة نوريد باش نسكريا يقول الرئيس نتيق ميادة استمتنا غلي حيد فنين غيد غمس نجريدة أحدث سوز هيا غنور تيسكلي تيكلي تيضني غيد غمس نتقمين نسيروا غمس نجمعة نسيروا يحضر ديدنا تيكلي تاد الرئيس نتقمية اللي رد غيف إذا غي جواب في سقسين اللي رد فلس طرح أحدث أسوس سي محمد توفيق أركنس نمير مرحبا بك دارنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر القناة أحداث سوس غلمازية دي توسكا وزير الجامعة نسيروا كي غاخت مازير تاد بالنسبة للجامعة نسيروا بزاف المنتوج الزربيط من الدرجة الأولى اللي كان مثلا الرقم واحد على الصعيد زنقت أنه الجامعة الدرسية من نوع الزربيط اللي غايتواردا بما فيها يعني النوع راتني إلا شدويت تلمازين إذا كرات تقبليني إذا غادي توسكا الجامعة نسيروا إذن المسألة هو أنه بالنسبة للجمعية تخدم في تم سمونتا تخدم في منه ثلاثة المسائل اللي قالين مهمين اللي عايشين من تم زوارو تليتين وهو مسألة الزربيط زائد الزعفران. إذن كني نشكد غير المشروع أنه أن أهل تزربيطات وأن أهل قادية الزعفران غير الحمد لله نبيا سي الأشواط أحلامين وأن لنا الشركاء الناغ ميدانات وبالخصوص نتشكر وهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها المساند القوي للمشروع الدعم المادي والمعنوي اللي تيقال الجامعة نسيروا دا جمعية الهجرة والتنمية اللي نتا تيحتضناها من الأول نتا تاير من مثلا المقرات بما فيها وإلا الشريك الوطني اللي قال الوزارة الصناعة التقليدية تفكيخ المواد الأولية اللي المواعند كل شيء ما ستخدم تمغاريد كنت توجد أثناء كي الجمعيات التعاونيات المنتجة نتني تخدم على الصعيد جامعة سيروا باش نبني النموذج بوية القدوة الجامعة تلاتني باش ربما نرى لي اعتبار يتمغار نرى لي اعتبار يتزربي غير الخير هذا قمتنا السي توفيق كنسقسى ما نسقس اي بلا الخير تم سمونتاد ما نسقس اتفلا تم سمونتاد تيوسكار اوائل 2012 هادي غير هذا ثلاث سنين هذا درسي لهذا العمر مكليني غنه الحمد لله توفر الماده الاوليه اللي كانت مهمه توفر المواعن اللي كانت مهمه بالنسبه للجمعيات والتعاونيات والحمد لله بالنسبه للجمعيات التعاونيات اللي ارتشكا صغير دار التوين من الناحيه ديال المساله مزربي دار التوين طادوط دار التوين المساله المواعن اللي مشدن وليس سكان الغاز جميع المسألة الصباغة والعدات الكل غا سواء الصباغات ديال المسند الكيماويات الصباغة الطبيعية اللي تيوسكرن ومسألة الزعفران العشوب اللي لاني نخت مزيان. غير قمتنا التوفيق نسن بأن تم سمون تسمون سنات الحوايج إلا غير الزعفران تيلا غير التزربيط مش كي كان تقريبا مش كنت مغار تجرون غادي لان تخدم الحال خيرات.
غير ديني غير خدمت بالنسبه للتمغارين المنطقه كلها الحمد لله هذه كلها تخدمت ما يفوق من 4000 نسمه اللي دانا هو مس الجماعه يصير بوحد تخدم غير الميدانات المصرفيه. غير بالنسبه للاحصائيات اللي نراح غير ان المستفيدات المعنيات الامر غمساله المصرفيه راح درنا تقريبا كان 220 تمغار تستافد المشروعات الناحيه المصرفيه. بالنسبه للمساله الزعفران لاد التعاونيات اللي نضمن يخبون حصلت فيها الشهادة اللي تسمى الله بي اللي دارت التوين الزعفران سلسنا المقرات اللي نزا غير اللي النقطة اللي بيعنا المواد الأولية. قمتنا التوفيق مخ غلاد وانه تقصد حميد من أرس التينث الزعفران عرفتو قيونس المنطقة انت ليوين مع العلم انه المنطقة دارون غير تسير وانت اي تشهر انت تم ايقا نصل غمس من الزعفران. علاش ميدنا لحل المشكلة هذا؟ علاش لحل الفرقة نقرا المناطق على أنه تو الناس خصها تغير حماس من الزعفران؟ راه كيتيني بأنه تليوين. غير أرادوا تحاغي المسألة غير بالنسبة للمسألة الزعفران المنطقة أنه مكني ختماني نادم كاتين تبعي تليوين. الدائرة النا بالنسبة من الجماعة الإدلانية وهو تليوين كانت الدائرة النا. ديال المسألة اللي كان الأسبق تليوين مادات الزعفران وهو مسألة الإعلام مسألة تنظيمة التعاونيات أنه نضمن ما يخبون سن يتلوق يقول نكني بالحقيقة الزعفران إلا دار نخصوك لأن دي سوى اللي غنى تاليوين بمعنى الجماعات اللي تابعين من تاليوين بعض الجماعات اللي تابعين إتصناق غير الميدان على مادات الزعفران الزعفران إلا أنت بدوت على حسب الارتفاع من الجبال عن سطح البحر عند بدود 1500 على 2300 الى الزعفران. ولكن ما يقال الفرق انه هو ان المهرجان الدولي راه تنظم غير تليوين زائد يات المعلمة التاريخية اللي كشن سيدنا الله ينصره بالنسبة للزعفران تسمونا كلو لا تزنخت ولا تليوين ديال تنظيم المثل المهني لا وهو الفيدرالية المهنية المغربية للزعفران تنظم ديك المسألة للزعفران على الصعيد الوطني. اسقسي ويس ولي قران قمت التوفيق المنتوجات اللي تتكرم غير من الزربيت ولا حتى ما يستهمن الزعفران راه نساو في التسويق يسلا نكر المجالات التسويق غمس المنطقه غير على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني حتى على المستوى الدولي. غير الحمد لله بالنسبه للمنتوج اللي دار غير لان درسيا الاقبال درسيا التاريخ الثقافه اساسيا تبازلت هو انه تسويقي كاع مشكل ولكن دانا خير نسين دنا اللي تسوقني غير الميدان نزربيت من الدرجه الاولى نتني اتبعت غير مساله التسويق نتني تدون سمدينين سوا مثلا مراكش فاس اتبعت باش تفك ندغ المنتوجات الا انه مثلا تزربيت درسي البعد يكتن هو انه غير حتى بالنسبه للوزاره الصناعه التقليديه الافاق من 2015 كيفاش كان كاين منا الدراسات ان زربيتات انه هو وفن تقريبا هو مساكه ينزلخ ما يفوق من 26 تمغات اللي ايستال مساله زربيت. اكون سنيمير قمت نح محمد توفيق كي اللي كان الرئيس نتمنت نتقمي هاد نسيروا اي تمتنا غادي تمتنا غير كذا المقرر نسكر غير غماس نتقمي هاد اكون بهران سنيمير اراون كات موعد ان شاء الله يعطينا ربي تيكريتيرني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.